انا عارف ان انتوا عايزين تفتحوا العلبة دي، انا اسف ان انا اتاخرت عليكم، لان انا كنت تعبان وما زلت تعبان، يمكن يعني حد مش حاسس بصوتي متغير شويه لان انا كنت تعبان وما زلت تعبان. يمكن كنت هريت الدرع بتاع اليوتيوب، نفتح كده نلاقي زي سلوفانة وجواب من اليوتيوب. جواب سميك، تمام، هنقرا اكيد في تحذير، وفي الدرع اهو عايزين نطلعه بقى، مكتوب عليه مقدم لصديقي فيلمز for passing 100,000 subscriber، يعني مقدم لشركة صديقي فيلمز او القناة اللي اسمها صديقي فيلمز اللي هي القناة بتاعتي، ده علشان عديت ال 100,000 subscriber. اي حد بيعدي ال 100,000 subscriber بس طبعا لازم تقول ايه، تقول لهم اهو ادي ادي الدرع، وحاسس ان هو خشب من ورا فيه قطيفه كده وممكن تعلقه فيه له تعليقات كده وبتاع، تمام اهو ادي الدرع بتاع اليوتيوب، مش عارف اجيبه لكم تحت النور اهو، هو ده تمام. اخيرا 8 سنين ورث اوف شغل، ان شاء الله عشان ما نوصل مليون سبسكرايبر ان شاء الله ناخد الجولد، تمام. بس هو طبعا هو ده كل ده بفضل ربنا وفضل مشاهداتكم ودعمكم وشير، مش عشان سيب ايدي، سيب ايدي طبعا بقالها 5 سنين. اكتر فيديو ساعدني ان انا اوصل لده هو فيديو فيديوهات بتاعت امريكا والشطافه والحاجات اللي هي بتاعت الثقافه الامريكيه. متشكر ليكم جدا ومتشكر لشركه اليوتيوب، ويعني شكرا على دعمكم، وان شاء الله نفضل مع بعض على طول. الجواب اللي جه مع اليوتيوب اهوت، مامدي من رئيس مجلس رئيسة مجلس الإدارة اسمها سوسن جو كيكي حاجة كده، جو سي كي كيكي حاجة كده، دي رئيس مجلس الإدارة بتاع اليوتيوب، مامضية منها تحت اهي، وبيقول لك يا سيدي إن أنت وصلت لحاجة مش ناس كتير وصلت لها، إنك عملت 100,000 بني آدم يتابعوك، كل واحد من الناس اللي تابعتك دي في حاجة لمسته عشان كده قرر يتابعك. وانت كويس، احنا عارفين ان انت مش بتعمل الكلام ده عشان خاطر هدايا وجوائز، انت بتعمل الكلام ده عشان انت عندك تقدر تكريت، عندك يعني الكريتيفيتي او ان انت يعني تقدم محتوى وناس تتابعك، تمام. لسه في زي طريق طويل للموضوع بتاع المايلستون او الموضوع بتاع الجوائز والكلام ده كله، دي اول البدايه ودي بتاعتك، محدش يقدر ياخدها منك خلاص. واحنا مبسوطين لوجودك ووجود الاودينس بتوعك او الناس اللي هم يعني متابعينك، تمام، ومبروك. بس ده كده بيسكلي الهديه بتاعت اليوتيوب، وحاجه شيك وحاجه كويسه والحمد لله. بس فحبيت اشكركم واشكر شركه اليوتيوب، واقابلكم في الفيديو جاي ان شاء الله. معلش سامحوني انا تعبان، انا عندي برد جامد، وان شاء الله واشوفكم بكره او بعده بالكتير في فيديو جديد حلو قوي هيعجبكم، انا محضره لكم ان شاء الله. شكرا لكم مره تانية، وشكرا لشركه اليوتيوب، و لا اله الا الله. باي. بتاعتي؟ لا يا عم، بتاعتك ايه دي؟ بتاعتي انا علشان وصلت 100,000 سبسكرايبر، يعني ما كانتش على الفيديو بتاعي. يا عم انت عملت فيديو واحد وكان لمراتك سعدية، انا اللي عملت 200 وحاجة فيديو عندي 100,000 متابع. انت بالنسبة لك ان شاء الله انت يجي لك واحد باذن الله. لا انا هاخدها، انا هاخد البتاعة دي، انا هاخدها ليا انا، وانت هات لك واحدة تانية. يا عم تعالى تعالى، انا اتخانق يا محمود، يا ابني انزل انزل.